خد فلوسك يا بيه، انا مش شحات يا ابني. كلنا بنشحت من بعض، هي ماشيه غير بالشحاته. مع ارتفاع الاسعار اكيد في قطاع كبير من المواطنين الستر انكشف عنه. ده في ناس مش لاقيه تاكل. خليني اقول بوضوح، دول في رقبه الدوله. انت بتتكلم في معدل فقر رسمي 30% تحت خط الفقر. لا زيد عليهم اللي فوق او على حافه الفقر بس ما بينزلوش لسه، واللي بينزلوا كل يوم. فعلي هيبقى اكتر من كده. انا بهدلت قوي، ابدا بهدلت وسبت بيوتي. وفي ناس كتير قوي في بلدنا تعرف يعني ايه فقر، وتعرف بيعمل ايه في الناس، والأديان كلها اتكلمت عليه. الفقراء ثم الفقراء ثم الفقراء. يعني لما يقول ان الفقراء بيدخلوا الجنة قبل الأغنياء ب500 عام، ده بيدي للفقير نوع من أنواع الصبر ونوع من أنواع الأمل. الشعب لابد أن يكون فقير، الفقراء يدخلون الجنة. محدش قالك انك انت فقير قوي، لا يا ريت حد يقول لكم ان احنا فقراء قوي، فقراء قوي. فنيجي مرجعنا إلى الفقر، هل الفقر ميزة؟ الإجابة لا. هل الفقر نعمة؟ الإجابة لا. الفقر جحيم، الفقر عذاب، الفقر ابتلاء، تمحيص، اختبار. قول اللي تقوله، الفقر مش حلو أبداً بأي حال من الأحوال. سيدنا عمر قال لو كان الفقر رجلاً لقتلته. يعني يخرب بيت أمك الولد. أيوة أيوة، إحنا دخلونا في أمة، أمة ذات عوز. عارفين أمة العوز؟ أمة الفقر. لا، هي نصف الشعب المصري فقير طبعا، اللي هو مش بس خط الفقر، انت بتحسبها بخط الفقر، لكن اللي فوق خط الفقر يعني ب10 جنيه وده فقير برضه. ده بيدي للفقير نوع من أنواع الصبر ونوع من أنواع الأمل ونوع من أنواع الشكر لله سبحانه وتعالى. اخرس يا ابن الكلب. الفقر يعني العوز، يعني القلة، يعني الضعف، يعني العجز. من قبل الموجة التضخمية الأخيرة والطبقة المتوسطة بتعاني من ارتفاع الأسعار بشكل مرهق لميزانيتها. الطبقة المتوسطة التي يعني هل في مصر الآن طبقة متوسطة؟ نعم أم لا؟ نعم أم لا ولماذا؟ البعض بيقول إنه في مصر على سبيل المثال لا يقل دخل من ينتمي للطبقة المتوسطة عن 5000 جنيه شهريا. اللي أنت بتقوله بالظبط ده ترجمته بالنسبة لي إن الطبقة المتوسطة ما بقتش موجودة. يعني أنت عارف الأجور عندنا متدنية مش عالية. ما المرتبات تعبانة. المرتبات ايه؟ حد يقول لي يعني ايوه تعبانه. انا بقى بتكلم على الغلبان اللي هو قد ايه؟ اللي هو 60-70%. طب ده مين يعمل ايه؟ لو بدات بالحد ادنى 3000 جنيه لحد 20000 جنيه كل الناس دي محتاجه. والله العظيم انا بكلمكم من قلبي، انا اقل من 10000 جنيه لاي حد بيشتغل ماشي. طب ما دول عايشين ازاي؟ وعماله توجع الناس في بعضيها. اكبر عدو بالمناسبه للطبقه الوسطى في المجتمع هو الغلاء. برغم الزيادة اللي الحكومة زودتها في المرتبات من 2011 للنهاردة يعتبر 3 أضعاف، إلا إن الأسعار زادت 10 أضعاف. اوعوا كنوا فاكرين انتم احنا مش حاسين كبني آدمين وكمسؤولين إن الأسعار حمل على الناس. يا أولاد الأسعار دي، ده في حاجات أسعارها 3 أرقام. بس ده أمر يعني لو انتم النهاردة تصورتوا إن احنا ممكن كدولة، أنا صادق معكم، سواء وزارة التموين أو وزارة الداخلية تقدر تقوم بدور في انها تعمل تسيطر على ده، ده صعب. لكن احنا كمواطنين لو لقيت المحل ده غالي ما اشتريش منه. يا رب انا عارف ده. خليني اخد تاثير التخفيض في سعر الجنيه على الطبقه المتوسطه في مصر، شايفه ازاي؟ على سبيل المثال كان بياخد 5000 جنيه بعد التعويم، 5000 جنيه القوه الشرائيه بتاعتها وصلت ل 2000 جنيه مش 2500. انت بتقول النهارده كيلو لحمه ب 300 جنيه، طب هو ليه ب 300 جنيه؟ لانك لا عشان سعر الصرف اللي انت بتتكلم عليه 30 و35 وعايز تحسبه كده. طب لو انت بقى عايز تخليه 50 و60 المواطن يعمل ايه؟ هيعاني. طيب لو النهارده بتيجي تتكلم كده في مجال الخدمات بتاعه الكهرباء والمشتقات البتروليه المواطن هيعمل ايه؟ هيعاني. لا ايه ده ايه ده ايه ده؟ لا مش كده. ايه مالك؟ طب قول لي. عارف اكل، عارف ادفع كهرباء وما ادراك ما الكهرباء، ادفع ميه، ادفع سكن، وقس على ذلك مدارس غيره غيره، مواصلات غيره غيره. طب ايش ربنا هيسيبكم؟ لان في الاخر انت عايز تعيش، تعيش برضا، انت مش عايش برضا. ده الناس مش عارفه تاكل يا راجل حته لحم. الحاجه غاليه عليك، الحاجه غاليه عليك وبتغلى. بس والله ما في اكتر من كده نقدر نعمل. طب انا عايز اي حد من اللي موجودين في ال 100 مليون مصري دول يقول لي اعمل ايه وانا اعمل، او هو يجي يعني. نام ونعس حياتي، ارتاح حياتي، انت تعبان جاي لجيلونه شغال النهار كله وش. وبقول لكم دايما الفقير مالوش غير الايه؟ الافكار. الفقير مالوش غير الايه؟ الافكار. ازاي يعمل فكره يجيب بيها فلوس؟ اسيبه يطحن نفسه
سيبوه يا فندم يطحن نفسه. ايوه ده يطحن نفسه وده يطحن نفسه وده يطحن نفسه عشان نعمل. هل الطبقه الوسطى مظلومه في مصر حاليا؟ اه طبعا، لان الدوله اعادت راس المال للحكم والسيطره، وراس المال لا يعرف لا مله ولا دين ولا وطن، يعرف ازاي يكسب. الدنيا كده كله بياكل من كله. شايفيننا مهتمين فقط بالطبقه المتوسطه والاغنياء ولا بالكل؟ انا عن نفسي انا مش شايف اي حاجه. هتقول لي الفقراء ومشاكلهم دي حاجة عايزة التفانين، وأنا رأيي نحلها رباني ونموت كل الجعانين.